بالشكل ده. كابتن ناصر، استكمالا للكلام ده، كان في معسكر للحكام الواعزين في الاتحاد الافريقي، تمام، وفوجئت ان مفيش ولا حكم مصري موجود. تمام، تعليقك. تعليقي مهم جدا جدا، وده بدايه عدم التخطيط. انا قلت في البدايه ايه؟ طول ما فيش تخطيط هتلاقي في حاجات كتيره جدا بتطلع في الفتره اللي جايه. السؤال، هل من المعقول النهارده كابتن محمد، انا النهارده كلجنه حكام مصر كبيره جدا، مصر كبيره بكل مؤسساتها، تاني هقول كرة القدم الكبيره بسبع بطولات في امم افريقيه، كل الكلام ده، هل من المعقول النهارده ان لجنه الحكام تدار بثلاث اعضاء؟ يعني ايه؟ انتوا الثلاثه ديروا لجنه الحكام، كان مش موجود في اي حته يا محمد خالص، اني اجيب ثلاثه، محمد فاروق احترامي طبعا الاسماء كلنا بنحترمهم، والكابتن مريم وكابتن عزب، نقول لهم كابتن ده في خلافات من اول يوم لغايه النهارده، ديروا الملف. لا كابتن، المفروض النهارده انا في رئيس لجنه ومسؤول، لان في الاخر خاص الرئيس لجنه ده بيبقى مسؤول عن كل حاجه بتتعمل. كابتن ناصر لو تعالى نروح لحته مهمه جدا، وهنا النهارده مفيش، بنقول ايه، توزيع مهام، كل واحد عاوز يعمل كل حاجه. هو كان عايز يقطع بس قطعه الفار، عارف انت قطعه الفار دي؟ قطعه الفار الحكم في استدعاء، عندي احتماليه، عندي احتماليه كارت احمر. اتفضل. النهارده ليه ما نقارنش تصرف لجنه حكام تونس كابتن ناجي الجويني عنده نفس الملابسات مع الاتحاد ونفس الظروف، واعلن الاستقاله واستقاله جماعيه، ولكن الاتحاد التونسي لكره القدم حاول يقنع كابتن ناجي انه يرجع في الاستقاله، ولكن هم رفضوا. احنا عندنا نفس الموضوع، لكن تاني يوم اتحاد الكوره، عايز اكد على نقطه مهمه جدا، اتحاد الكوره النهارده ابراهيم نور الدين هل قدم ليهم استقاله مكتوبه لاتحاد الكوره؟ هو الاستقاله كانت على الفيسبوك اعتقد، وعكس تصرف لجنه حكام تونس، في لازم نقارن ما بين الاثنين. تمام، احنا اتحاد مصر كره القدم، هو السؤال كابتن ناصر، هو السؤال هو ابراهيم نور الدين استقال في ايه ورجع في ايه؟ ولا هو كان خلاف على التعيينات؟ هي دي خلاف هي على اعضاء اللجنه. بص يا كابتن، انا برضك من ضمن الامور اللي هي المفترض انا بقدم سالت بقدمها للمدير التنفيذي، مش على الفيسبوك، ما ينفعش ان انا اقدم سالت على الفيسبوك وبعدين ارجع بالليل او ارجع الصبح ارجع تاني في الاستقاله، ما دي امور دي كلها لابد ان هي يبقى فيها انضباط. بمناسبه ناجي جويني، اتكلمت على تونس، ناجي جويني راح قطر، ولما قلت ان ناجي جويني من افضل الناس اللي اشتغلوا في التحكيم، انا قلت الكلام دوت ودي حقيقه فعلا، وانا عاشرت ناجي جويني وشفت شغله. ناجي جويني النهارده كابتن راح قطر، ما كانش في حكام، او الحكام كانت امكانياتها ضعيفه، محمد كان هناك موجود، الراجل عمل تحكيم في قطر وعمل طفره كبيره جدا جدا محمد في قطر. البعض قال لك اصل الامكانيات هناك هي اللي ساعدته، لا، ناجي جويني هناك لقى ان القماشه هناك كمان مش افضل حاجه، مش احسن حاجه. طيب عندنا هنا التحكيم المصري الحكام عندها اكيد كل شيء كويس. طيب انا برضو النقطه اللي عايز اقف عندها، الاستقاله والخلاف سببه تشكيل اللجنه، وكل واحد عايز يجيب الناس اللي يعرفها، ومشاكل في التعيينات ولا لا؟ تاني. الامر واضح، تاني كده قول، تاني مشاكل في التعيينات. مين اللي هيعين؟ واحد. اتنين، كل واحد عايز يشكل لجنه بطريقه، فالتاني مش عايز، ومين ليه قدره عند الاتحاد ان يفرض سيطرته على الاخر؟ بالظبط، اذا ده الخلاف اللي موجود حاليا. طب الخلاف ده ممكن اقول لك على حاجه ثانيه. احنا عندنا كم ملف في التحكيم يا كابتن؟ كتير. الدوري الممتاز، الدرجه المحترفين الاولى، القسم الثالث، النسائيه، كابتن بطولات الجمهوريه، الناشئين، دي مهمه جدا. قول لي مين بيعين الكلام ده؟ مين هيعين؟ انت النهارده في لجنه ثلاث افراد او اربعه، مين ياخد الملفات دي كلها؟ وانا بقول تاني، اتحاد الكره لما محمد فاروق جه لك وقال لك يا جمال بيه، لما محمد جه قال لك انا محتاج ناس اشتغل بيهم، لان انا بادئ موسم وعندي ملفات كتيره، مش حاضر انا اقدر ان انا اتمكن من ان انا ادير هذه الملفات كلها. الاستاذ جمال علام قال له ايه؟ قال له لا، المجموعه اللي معاك اشتغل بيهم في الفتره اللي جايه. لا، ما ينفعش الكلام ده، واحنا عندنا دوري كبير لابد يكون عندنا لجنه حكام قويه تقدر تسيطر على الموقف. طيب الواعدين بقى مهم جدا بعد محمد بقى، لو كان عنده، عشان وقتنا خلاص للاسف، اخر حاجه سريعا بس، سريعا الواعدين. كابتن احنا النهارده عندنا معسكر الواعدين في افريقيا، بنلاقي ان الاتحاد الافريقي خد حكام من الجزائر، حكام ليبيا، ما عندناش ولا حكم في معسكر الواعدين من مصر في المعسكر المقام في القاهره للاسف كالعاده. للاسف هشام القاضي، وده بقول واحنا بنقول النهارده واحنا بنعمل القائمه الدوليه 29 سنه، في مواصفات كلها النهارده اللي كان ممكن نحطه في القائمه الدوليه. بالظبط كده، والفروقات قريبه قوي يا محمد، يعني اللي اتحط او ما اتحطش كلها فروقات قريبه. لما كنا النهارده عندي هشام القاضي 29 سنه ولعب شمال بطوله شمال افريقيا، وكان حيمودي هناك راقبه وعمل مباراه افتتاح كويسه، عمل مباراه النهائي كويس، النهارده كان عندنا فرصه نحط هشام القاضي في القائمه الدوليه عشان خاطر ايه؟ يبقى عندنا بعد معروف، بعد امين، بعد محمود ناجي، يبقى عندنا حكم صغير يقدر ان هو يروح اكتر من بطوله في سؤال واجابه سريعه.
عندنا مشاكل في التعيينات والخلاف الموجود بسبب التعيينات. بالظبط. واضح. واضح. مين فرض سيطرته في الاخر؟ مين فرض سيطرته؟ ابراهيم نور الدين. على الكابتن محمد فاروق. على الكابتن محمد فاروق. طب تتفق معايا ان اللجنه تحتاج رئيس لجنه حكام اجنبي ومسؤول فار اجنبي؟ لازم، ما ينفعش مسؤول اجنبي لوحده. لازم كمان مسؤول فار اجنبي. لازم، ده الامر الواقع ده. فرض ده، الامر الواقع فرض ده، وخصوصا كمان ان احنا ابتدينا نقول كلام مش حقيقي. انا عايز ابارك بس لمحمد حسن وطارق سامي ان هم موجودين هيديروا نهائي كاس القارات وهم عندهم 48 سنه. كاس قارات لكره السله هم عندهم 48 سنه. لجنه الحكام النهارده بسبب الخلافات الشخصيه بتقصي حكام وعايزه كانت تخرجهم بره القائمه الدوليه، على سبيل المثال محمد عادل. يعني نفس الامر، نفس الامر، خلافات شخصيه يعني تضغو على مصلحه التحكيم.